بابا؟ البصلان عمي أمي مريم لوين رايحة؟ عملت اللي لازم أعمله وراجع. إذا كان قصدك تحطي قنبلة ببيتي وتمشي، شكراً إلك. هلأ تعالي اشرحي كل شي، اشرحي لنا شو القصة. مين هذا الشاب اللي جوا؟ تعالي فهمينا جيلان. لو إني بقدر اشرح هالشي كنت عملتها قبل 20 سنة مريم. أنا ما بيهمني لا قبل ولا بعد. أنتي ما بتقدري تخربي لي بيتي، ولو حاولتي ما رح تقدري، لأنه أنا مستحيل أسمح لك. لو هدفي أخرب لك بيتك ما كنت خبيت هالسر طوال 20 سنة. أنا اللي عملته أني وصلت ابني على بيته، على بيت أبوه. هلا اسمحي لي بدي امشي. اذا ما رجعتي هلا رح حط الشاب اللي جبتيه لهون قدام الباب. انتي حبيتي تخدمي ابنك، ما رح اتردد لحظه لاخدهم ولادي. تعالي وفهمينا. استنى، انتوا بتعرفوا بعضكم من قبل؟ لا عمي، هي اول مره بشوفه. وقت شفته فهمت شو الشي اللي مخبينه عني. كانوا يقولوا امي وخالتي انه منشبه بعضنا كتير. شفت صورك البصلان، شفت صور الكل. وشفت صور اخواتي.
والله عمر كبير كتير. تسلم. وانت كمان كبرت بسرعة كتير، بس انت ما في عنا خبر بوجودك. بابا، ما بدك تحكي شيء؟ اسمك خضر. أمي عطتني الاسم الأول منك والتاني من اسم أبوها علي، وأنا بستعملهم سوا. طبعاً ناديلي مثل ما بدك. إذا ما بيصير يكون في اثنين خضر، بتقدر تنادي لي علي. أنا بتعود. هلأ قبل ما نقرر شو نادي لك، لازم نتقبل القصة ونتأقلم معها بالأول. يا ابن أخي، أنا بستعمل كلمة ابن أخي بالعادة هيك دائماً. إذا بحكي مع حدا مثلك بقول له ابن أخي، طبعاً باستثناء قلب أصلان. لهيك أنا رح أقول لك ابن أخي كمان. ما في مشكلة، عادي، يعني ما بيهمني شو اسمك بنوب. شايف اجيتوا مع بعض، اذا بدكن تفضلوا ضربوني لاني ما عم بفهم شي. شو اللي ما نو واضح؟ انا كنت مفكرة اني انا اللي قلعت لجيلان، بس طلعت هالبنت هربانة لانها رح تولد حفيدي. امي انت كنت بتعرفي؟ ايه. كيف ايه؟ لأنه قالت لي جيلان. وليش ما قلتي لي إلي جيلان؟ حاولت قلك بس ما كنت عم تفضالي أبدا، وفوق كل هاد ما كان في فرصة لقلك هيك موضوع. خالتي تعي عادي، وانتي كمان مرتمي، يعني بما أنه كلنا هون. بس مو كلياتنا هون، يونس معنه هون، وحتى إذا لسه في ولاد عند بابا الله بيعلم من كم مرة. زينب لا تقلي لي احترام، خضر علي أخونا الكبير، لهيك لا تقلي لي احترم القاعدين مشان ما تقلي لي احترم بابا. مو مشكلة عمر، قولوا شو بدكن تقولوا، أنا ما رح أغلط معكن. جيت لهون وبحبكن بدون ما أعرفكن. إذا بتقلولي روح ولا ترجع مرة تانية، مستحيل أتخلى عن محبتكن أبداً.
انتو بتضلوا عائلتي. أنا كنت حامل فيه لخضر علي، بس ماما خيرية ما شافتني كني مناسبة لإلكن. معروفة لساني صليت شوي، وبقلب كل هذا التوتر تركنا بعض أنا وخضر بخناقة بدون ما أقله. قلت خليه بتمر فترة وبقله، وبعدين سمعت إنه خضر ومريم خطبوا. وبعد بفترة أختي ترملت وأخدوا قلب أصلا من بين إيديها، وأنا ما حبيت إني ضل من دون ابني كمان. طيب كيف خبيتي كل هذا الوقت؟ أمي مريم، لأني ربيت وقضيت جزء كبير من حياتي من دون أب، وربيت بأمريكا وكنت صاحب مشاكل كمان. من عمر 16 سنة فات ابني على السجن، يعني ما كانت تخبايته صعبة علي، ما كان موجود. شو كان الجرم؟ شو ما كان، شو دخلك أنت؟ يعني عم حاول أفهم يا الياس إذا جرم بخجل ولا لا، شباك؟ خلينا نقول إنه جرمه مثل أبوه وعمومه، يعني إذا اللي بيساووه كان بخجل بيكون بخجل. نحن مالنا علاقة بنوب، أنت فكرتي إنه رح ناخده؟ يعني لو كنت اتصلتي وقت اللي كان ابنك بالسجن وقلتي شو صاير مع ابنك كنا رحنا وطلعناه وكان مشي الحال. أنا فكرت بهذا الموضوع الياس، بالنتيجة أنا بضل مثل قرايبتك، قلت بتصل فيك وبجيبك وبلكي بتلاقي لي شي حل، بس بالنهاية أنا عندي ابن أخت وهو عاش معكن، وأنتوا في عندكن تنظيم وقوانين بحياتكن، ما حبيت أني خرب هذا الشيء. يمكن أنا غلطت أو لا ما بعرف. طبعا غلطتي، تركي الشبه، ناطرتيني أقول ابني لشاب جبتي معك، وأنا من 23 سنة لهلأ ما بعرف أنه في عندي ولد منك. إذا ما بدك تقول ابني قولي اللي بدك يا بابا. المشكلة مو عندك يا ابني، الشي المتأكد منه انك ابني، شكلك وطبعك بيدلوا على هذا الشي، يعني واضح انك ابني. مرقنا كل هاد، بس ليش انا اخر من يعلم؟ مو اجيتي على العرس لتجاكرية لمريم؟ لو جبتي يونس، قصدي لو جبتي خضر علي معك. لو قلتي لي بدي أعطيكي خضر بدل ما تقولي بدي أخذ خضر كان بالسجن، ما كان مبين إمتى رح يطلع. طيب وكيف طلع؟ هلأ فهمت، خالي تفاوض مع CIA كرماله، ما هيك؟ بالضبط هيك. يا سلام على هالقصة يا حفيدي. أنا ستك وأنت حفيدي، وبدي إياك سامحني على خطأي. أنا من سنين ما أعطيتك حقك ولا كنت ست منيحة، لا شربتك حليبك بإيدي ولا هزيتك لتنام ولا حتى ربيتك، ولهالسبب مبين إنه حياتك ما كانت منيحة. بس وعد من اليوم ورايح رح طبق الأمومة معك اللي ما طبقتها مع حدا من قبل.
كلكن لازم تعرفوا هالشي. أمي لقيت حطب جديدة لتحرقها. ما فهمت عمي. مع الوقت بتفهم ابن أخي. أنت مو طلعت من السجن؟ هلأ رح تقول منيح أني ما وقعت بإيدين ستي. أمي هلأ وقتك أنتي، في أمهات تنتين، خليهم هنن ياخدوا القرار. شو رح يساو؟ مريم بتضربك وجيلان بتضربني. اللي صار صار، واللي صار مو شي سيء. الحفيد بيضلوا حفيد. طلع شوف حفيدي البطل. بس ليكي من هلأ أنا ما رح أحمل همه ولا رح أهتم فيه. جيلان طلعت قدامي فجأة وتركت لي مشكلة جديدة، بس أنا ما رح أتعب عليها بنوب. أمي مريم، ما رح أكون مشكلة بوعدك. ليش عم تقلي أمي مريم؟ لأنه بالنسبة إلي أنتي أكتر من أم. يعني أنتي مرت أبي، كمان أنتي أم إخواتي، وحتى أمي ما حكيت عنك شي سيء. خضر. نعم مريم. مو إلك الحكي، أصلاً ما عاد في شي قوله لإلك بنوب. خضر علي، لو بتسمح خلينا بس نتقبل القصة. انت كتير لطيف وواضح انك واحد من هاي العيلة، بس انا لأتقبل موضوع مثل هاد بدي وقت اكتر من الوقت اللي بيحتاجه ابوك ليصير في عنده ولد. اي بس طبعا هالمدة مو بطول المدة اللي امك خبت فيها القصة. ممكن؟ مريم معها حق. خضر علي، الكل بدهن شوية وقت كمان. يلا خلينا نروح. بيصير ماما. استني شوي، تفضلي. أهلا وسهلا فيك، أنت فرد من عائلتنا، ماشي؟ خلونا نأجل قصة طلب البنت هالفترة. أنا رح خبره. مريم أنا مو عارفان شو بدي إليك، بس بتشكرك لأنك ما قلتي شي غلط للولد. الولد ما له ذنب بهالشي، بس بالنسبة إلي ما رح أشكرك إنك عم تشتغل على زيادة عائلتنا. خضر ماني ناطر شكر. أنا كمان ما عاد رح أنترك بالبيت. وإذا بهالمدة ما بتجيب 5 أولاد جداد بيكون منيح. Thank you.
ريس ماني عرفان شو احكي، بس نحنا لازم نبارك لك. يعني صح هالمباركة هي متأخرة كتير، بس أنا ببارك لك تتهنى بهالابن. عمي بحلف لك إنه ما كان عندي علم. أقول لخالك إني بتشكره مشان يلي سوا لابني، ابني اللي ما بعرف وجوده أصلا. أنا مدين لألو. Üçünde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farsi bilmem dile minnet eylemem. Sıratim üzre müstakim gözettim rahimi. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Bir acayip derde düştüm herkes gider karına. Bugün buldum bugün yerim hak kerimdir yarına. Zerrece tamahım yoktu şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır kulağım minnet eylemem. Rızkımı veren hüdadır kulağım. Nesimi can nesimi ol garim ihmal iken, yarın şefalar atılır Allah Mehdi muhtar iken. Cümlenin rızkını veren ol garim serdar iken, yeryüzünün halifesi hünkeram. Yeryüzünün halifesi karam minnet eylemem. يا بضاي تعال لعندي، تعال شوف. صار لك ثلاث شوارع لاحقني وين ما عم روح. إذا كان بدك توصني أوصني هون وما في داعي تضربني بضهري. لا شو هذا الحكي شاهين آغا؟ لكان ليش صار لك فترة لاحقني يا آغا؟
أنا طلعت من السجن من فترة قصيرة، وعندي أخ اسمه بصري، وأخي هو يلي قال لي إذا عجزت بالمرة دور على شاهين آغا وبيساعدك أكيد. وقديش بيقولوا لحتى يطلع أخوك بصري؟ يعني تقريبا باقي له شي 4 سنين و3 شهور. جوعان ابني؟ طيب تعال معي لقلك. تسلم. ابني نزلنا أكل طيب على كيفك. شكرا لك. عود. يلا سمي بالله. أهلي معلم وهبي. شاهين آغا، الريس خضر سأل عنك، قال إذا فاضي تفضل لعنده. خير إن شاء الله. إذا شر ما بتجي؟ قلت بلكي هالمرة بيكون في شي خبر منيح. إيه وهبي؟ ماشي ماشي، رح أجي لعنده. قل لي ابني، عندك شي مكان لحتى تنام فيه؟ لا. يلا قوم معي لكان. هالغراض إذا ممكن بعت لي اياهم على البيت. شكرا لك. خلاص شكرا. يلا اللي مين يا فوزي؟ أوكيش بابا. كيف صارت هالقصة؟ هجموا عليه جماعة، كانوا موصي على شي من برا، وواضح كانوا لاحقينه. على شو وصى من برا؟ لك مين قال هالشي يا فوزي؟ ضربوا يلي جاب الغراض. ايه
ايه احسن ما يموت كل يوم عن جد. نساوي له الجنازة هون؟ امه ما بدها اياها عنا. كان دائما يقول نحن ليش منندفن هون؟ خليهم يدفنوا بمقبرة عادية. خبر الكل كمان انه ما بدي حدا منهم بالمرة يمشي ورا الجنازة. امرك بابا. فوزي. نعم بابا. وهديك القصة الرجال اخذ محله ولا لا؟ اليوم رايح لعند شاهين آغا. ايه راقبه منيح، وإلا أنا رح أصيب وأطلع من هون كمان وأنهي شغلي بإيدي التنتين. اجا شاهين آغا. ايه مستنيك جوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشاب انا اللي جبته معي. ايه طيب تفضل نحكي جوا. هذا الشاب طلع جديد من السجن، بعته لعندي واحد بعرفه من زمان. كان جوعان، إذا بطنك جاع فيك تشبعه أكيد، وإذا عينك جاعت فيك تقتل. أنا خبرته لوهبي، وإنت فيك تسأل عنه إذا بدك. منخليه يوقف قدام الباب، يبدو كل يوم في هجوم. إذا منيح بيموت، وإذا لأ بيهرب. إيه مزبوط. طيب إلي شو هو الموضوع الضروري لحتى طلبتني بهالسرعة وبيوم العطلة كمان؟ اليوم صار عندي ابن. بسم الله. إيه أنا بعرف هالقصة، بدها شي 9 شهور لحتى تصير، وبعرف ما عندك صبر، بس كيف بيوم واحد بيجيك ولد هيك؟ قلي من مين جبته؟ حكيلي يلا بقى. طلع في عندي ابن من جيلان. قلت لي طلع. هذا اللي صار، وعصبت عليها بسبب هذا الشيء. يعني وما حدا عنده خبر بهالموضوع ها؟ لا. وقلب اصلا ما بيعرف كمان؟ هيك قال هالمحتال. اذا قال هيك فمزبوط، هيك موضوع بيتخبى. وانا هيك قلت له، معقول تخبي هيك قصة؟ يعني طلع في عندي ولد وعمره فوق 20 سنة كمان، تصور. طيب شو كان بيشتغل هالولد؟ وين كان كل هالوقت هاد؟ بأمريكا، وكان بالسجن. أوه الحمد لله يا ربي. معناتها هي مو لعبة من الدولة تبعنا، معناتها هالولد ابنك. لو تشوفه نسخة عن قلب أصلاً. شو قصدك لشوفه؟ ليش أنت وين شفته؟ اليوم الصبح إجا على بيتنا وسلم علي. أنا تفاجأت وما قدرت أعمل أي شيء أبداً. هالشي صار قدام الكل؟
هي قدام الكل. يا أخي ألف مبروك إن شاء الله. ما في أبدا مثل الإبن اللي بيجيك مربى وجاهز على الآخر، وبصراحة فرحت لك من جوات قلبي. صدقني كنت كتير رح أزعل إذا بخسرك، بس بعد هلأ صار في حدا تاني مثلك وبيشبهك كتير. المدام مريم هلأ بتقدر تعوساك. قلعتني من البيت. ليش؟ شو كنت متوقع منا يعني؟ ليش دائما بتحاكيني وكأنك أخوة الكبير لمريم يا أغا؟ أنا أي صاحب حق بكون معه بيكون أخي. إيه تشرفنا فيك والله، بس أنا ما قلت لك أنه تجي لعندي لهون لحتى تقلي مين أخوك. بدي تقلي شو أعمل. شو اسمه بالله؟ خضر علي. أيوة أيوة أيوة، يعني خضر ومعه علي. شو بدي أحكي؟ خضر علي بحاجة مساعدتك يا خضر. بس لو أنك تساعدني شوي. وينه ابن أخي الكبير؟ ما عندي جواب لسؤالك. أمه ما لقيت أب منيح يستقبل ابنه ويعانقه، فأخذته وراحت. إذا كان أنت هلأ ناديت لي على الفاضي. ليك خضر، أنت بتعرف منيح شو هي الأبوة. خالتي، أختي زينب ما قدرت تقبلني أبداً، وهي كانت رح تنخطب، ولأنه رحنا التغت القصة كلها. بتوقع هذا السبب. قلب أصلاً حكالي عنا شوي لزينب، قال لي إنها مثل خيرية، يعني إذا ما تقبلتك بالأول وحتى لو حاولت تحكي معها ما بتتغير. برأيي عامل زينب بغير أسلوب، يعني بدك تروح على مدرستها تتفتل وتعزمها، هنن كم يوم لتعرفك وبعدين بتقبلك أكيد. أمي ما أنا مبسوطة. كم سنة مخبية السر علي؟ أمك كانت رح تكون ست البيت، بس راحت لعند مريم وقالت لها هذا ابني من زوجك. بس أمي ما عملت شي غلط بالمرة. قصدي ما تقولي إني الغلط. لا يا حياتي، أنت أكتر شي صح بهالعالم كله يا روحي. حبيبي. جيلان أخي اتركني لحالي شوي. ابكي. خجلانة تبكي قدامي أنا؟ طيب أنا قلت لك كل شي رح يمرق وأنه رح يخلص. شي صعب بس خلص. من هلأ المسؤولية ما عادت عليكي، عخضر. أنا شفت بعيونه قديش فرح، بس اللي حرق لي قلبي إنه ما قدر يظهر هاي الفرحة.
وما قدر إنه يعانقل علي. جيلان، خضر بيكون زعيم مافيا مو ملك. صح كلمته ماشية وأي حدا بيخاف منه شو ما حكى، بس ما بيقدر يقول طلع عندي ابن كبير للناس. بس هو ملك بالنسبة لإلي يا أخي. الله، قلتلك لا تكبري خضر بعينك كل هالقد. يلا تعي، يلا. علي كتير مبسوط اليوم، لقى أبوه وبده أمه كمان. وانت ليش كل هالقد مبسوط؟ لأني مو بوضع سيء ومضطر ضل مخبي أسراركن الكبيرة، أنا لهيك مبسوط. يلا قومي. خالي؟ بطلي علي، اللي يا ترى أبوك هداك سلاح؟ ما صار، بس أكيد ستي رح تهديني. بلا، ستك حطت السلاح بإيد الكل. إيه مزبوط، هي اللي عطت سلاح عمي لقلب أصلان. معناتها دوري قرب كتير. أوعك يا ابني، بلا هالقصة. صح.